نهتم كثير بهذا الجانب هذا نتاع الانتخابات المحلية، نعطي لها المفهوم الحقيقي نتاعها. حتى ولو كان نذكر فقط، مادام ركزنا وقال لازم الكفاءات والشباب يكونوا في المجلس الشعبي في الانتخابات الأخيرة، بالك نأكد على هذا أكثر للبلديات. البلدية لازم تكون فيها الكفاءات. احنا نظرا في مرحلة ما بعد الأخيرة، والأخيرة ستكون أهم من المراحل اللي فاتت وهي الانتخابات المحلية، واللي احنا نستكمل حقيقة بناء الدولة، دولة المؤسسات.